ضغط راهي جبرت فيك. مقالب حمادة 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 مقالب حمادة. الأحكام المسبقة على الناس اللي سوقي عليك بلا أساس ويظن فيك بلا إحساس. مقالب حمادة. الأحكام المسبقة على الناس اللي سوقي عليك بلا أساس ويظن فيك بلا إحساس. مقالب حمادة 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 مقالب حمادة. السلام عليكم، رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. تحياتي لجميع الموريتانيين في الداخل وفي الخارج، كل عام وانتم بألف خير. من رأى ليس كمن سمع، لا تحكم على احد احكام مسبقه، احسنوا ظن بالاخرين. الحلقه اليوم ليست متميزه مع من؟ دور تعرفوا بعد الفاصل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله انت هنا. لا مشاكل بعد اليوم، النزاهة كلاين لجميع الاستخدامات المنزلية، تنظيف الأواني والدهون والأرضيات والحمامات وإزالة البقع عن الملابس وإعادة الألوان لطبيعتها، فضلا عن تنظيف وتلميع السيارات. كل هذا وذاك دون أن يترك أثرا للحساسية، متوفر في جميع الأسواق الوطنية. النزاهة كلاين هي الأفضل دائما. انتم مملي لا تليش طنكم شيء. الحلقة اليوم إن شاء الله هي تعود متميزة، الصحفية رائعة أمينة أحمد زيدان، راني مسلم عليك محيك حتى غير نبقي نوخذيك مغلب خليك لي. مرحبا أمينة أحمد زيدان، كيف الحال؟ مرحبا ما شاء الله. معك حمادة اللي تقولي إن شاء الله دور نجابر حسين. كيف؟ أوكي دور تفلك. مرحبا بيك سهلا. أوكي هيا بنا إليها. ألو راني عند بيتي سانتر. عند بيتي سانتر ايكول فرانسي بيتي سانتر. بيتي سانتر خليك عنده. يا والله الحين ها جاية بيتك الاخبار. لا ان شاء الله ما تطن شيء بيدي ما شاء الله ذكية. ماشي ها؟ ماشي قاسينا بالمنظمة. ايوا ماشي انا ماشي. انت ماشي ايش قايل؟ قضيت تليفوني انا تقولي لا. ايوا قضيت هو شو؟ في بلاي ستيشن قطعت عدتي نهارات قاجل لي. اه. في بلاي ستيشن قطعت عدتي نهارات. قالوا واحدين قال انك مثلا مجموعة فيهاش من الصحافة. وتعليق صوتي اللي قطعت عدتي لي حاجة اللي قضيت عنها شوي. قلت زوزيتيه قادر تقعد حاجة اللي قاعد نعرف. المهم خارج جروب فيش من الصحافه فيش من سياسيين الى اخره. في صاحب اللي قال له تو جعفر قال انا اسمع بعض من الصحافه فهم تو يقولوا انت مالك فيه يا خير. قال عنك انت تو قلت لي انا ما اعطيتك مثلا ما رضيتك شيء عند بيبي ستيشن نافع لاني انتهازي مره كذا. لا لا الله هذه جفوا. انا قاع ما نقدر نقول لحد بيلي قاع اولا مسيري انا. او شفتي جعفر؟ ايه جعفر من هو يقول ممثل داخل مجموعه هون ما شاء الله دائما على الرابط ذا الشيء وممثل مسرحي داخل مجموعه سياسيه فيها شيء من الصحافه لانهم ايوه دائما يقرب رمضان فهموا اللي ممثلين يناقشوا القضايا كي رمضانيه الى اخره الناس موثوقه الناس تخلص ممثلين الناس ما تخلص ايوه قالوا هما لانهم قال لي هو حسب كلامه هو اسمع انك انت قلت لي انا وتوفى لاني ما اعطيتك حقك الكافي اعطيتك الله شوي ولاني انتهازي وامور ذا كيفها. مان الله مان الله يا ابوي. شفت انا صلي علي ودفهم شي شايفتي عليان نعود انا. كان ذاك نقولها لا كان ذاك نقول لكن ذاك الوقت اني ماني معدل تعرف اني مشيت من عندها قلت لك والله بما انه اول تعامل معاه قلت لك والله سمع وعدلنا قاع مدانا كفاطنا مرت
قال لي جعفر هذا هو اللي عز الشكوكي بي، انت ما كنت راضيه. قلت انا صعلني لا دون نجبرك بعد قاعد نعرف انت لا انت والله ماني شايف عليك سبول شايف ليش ما على الله شوف عليك انا ما نعرف انا بي اللي هو قال لي شايف صايب ابو انا قاعد ابوي هو والله ما انا عارفه ولا قطي ابوي قعدت معاه وليت تلفل تلفل يا ابوي شو ضربي انا شفت انا ما نختار حد يسوق علي والله يقول في شيء مصاب لك يا ويلك حتى انا هاي ورقه ورقه مو سوق علي اني قلت عنك انت ايش انا اركم سوق علي كيف مسألة ما نبقي الحقيقه باطل انا بيدي فيها المجبنه وفيها هالخله ونفس الوقت ملي حد سوق فيها في موقع خارج ما بعد هني انا ملي قاعد همشي ملي ثاني بدنا نعطيه والله ما سالفك سبه واحده بيلي ذاك النهار لا قولي ذاك اللي ما عندك مشكله بس يا والله ما سالفك شيء عقب ما تقولي فيها شيء شيء يا ابوي حالي حالي حاسمي لك يا حماده تبارك عاقل عندنا والله ما يقبل عندك ايوه شوفي حني ايوه حني شوفي حني شوفي تاكدي بعد روايه بس بيجي يجف افتش اقعد وخلق ما محترم جعفر جعفر ابو انا ماني شاحت عنك فيما قلت لك لان الانجليز امنه زيدان ودنا نسمع من هذا اللي تقول بي انت قلت انك سمعت بمجموعه لان هي قالت كذا كذا لاني ماني موثوق ولاني انتهازي ولاني اعطيتها لا شوي ولاني ماني موثوق وتوفى لاني عدت شي مصالح وهي رايها معايا يا قاع ما عرفتها قاع ما مهم انت قلت انا سمعت المجموعه هي بعد كذبت عنها مجموعه ايش قاعد سوري مجموعه فيها صحافه فيها ممثلين فيها ناس كامله سياسيه عندنا الو ايه عليكم السلام ورحمة الله اختي ماما ما شاء الله تبارك الله شوف خليك لي انا حمادة تعاملت معاه ملال وبي اللي اخويا وصاحبي جاني ذيك الساعة في رواية وعدلتها له عن طيبي خاطري وطاني ذاك قال له عنده قلت له والله ما عدلته لك بيه غير قلت له اذا قلت له ما يعدل بيه اصلا التعليق الصوتي قنين يسمعوا عندي واسم المعلقين صوتي يضرهم في بعض والاول بي انا قاعد ماني نقولها لحد بي اللي من انا من نفسي قاعد مسيء اني معطي لي ذاك الوقت قال بما انه حماد اخوي انا وجاني وقال لي اعلني دورني نعدل له اعلان وانا مهم عندي يظهر عندي اعلان بتعليق بصوتي خليته تو عدلته وما ذال هو فات وكفطت ولا قط ابوي تكلمت فيها ما ذال وهريو الو شو انا قاعد اقول العدل حبيبي لما يتوقف هو هو قال انه سوق علي وانا راعيني سوق علي يا ابوي ما هو خبر من قدو وقاعد قاعد ماشي كنت ابوي يعود فيك انت يا ابو جاري انا داخلني شكوتو نختينا اول قضيه شنو داخلني الشكل اختي على الاوديه شايف عليا شي بي قالت لا والله قلت له اني يا ابوي اني ماني شايف علي شي جاني قال لي لا قلت له شايف علي شي والله بدا يا ابوي ما قلت له معناها انك انت ابوي اللي قاعد تطلع عند ابوي اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو روايه هي شفتي روايه هي مشكله الصحافه دائما والمدونين وهذا ما ينقال قول قول لي انا لانك تدري بي شي وتعطيته لي هي حالي سلمك حالي سلمك ان شاء الله يا ابوي من قالوا يا ابوي عليك بعد قاعد توقف علي وقف علي انا قلت له ابوي من قالوا كان في مجموعه هريو هالرد انا مداري وفيت بي اللي باط وافي عندي انا من زيدان انت تعرفني نعدل تعليق صوتي كض وما نزق في خمسه اسمع ونعدل الربط كض وما تنعطاني في خمسه الا نعدل وخان تماشي اسمع معدل التقارير ما يعطيني حد خمسة ولا عشرة وختم ماشي ماني طابع وحمادة جاني اخويا وصاحبي جاني والله اللي قاعد انكسر صباعي ماني واحدة بخمسة وتوم مشي على الاعلان قال لي قلت قلت لي ما قلت يا ويلي ما قلت لك قريت لك اعلان الزمن يخلق الخلق يخلق من؟ بعد زمن يخلق انا من نفسي انا هو قاعدة معاه قلت له ذي الردة ما قلت له ما قلت له نقول الصحافة اللي سمعت عندهم من هم انت ما بتقولهم لي قول لي من هم قاعد وتوتو مال الله ماشي لي الفضا عن طريق كدورين هما مضبطة ويدوري تلفنوا لي حالا ونقيسهم تقيسهم بعض كدورين مالها للطورة كيفاش نزلوا تطبيق جديد ينقالوا موري بي سهل وآمن تمشي لك عليه الفضا من الخارج هذا زين حتى نفتح التطبيق ونسحب فضتي عند أقرب نقطة الكادورين في موريتانيا حق بقى والله من عند شركائها المعتمدين في البلد هو تطبيق زين ويشتغل في أي منطقة في العالم أنا صاحبتي تخلص البن والضوء والمشتريات عن طريقه صحيح كادورين فازت بالجائزة الأولى لمنظمها البنك المركزي الموريتاني وراه هي لك معتمدة لدى شركات مالية أوروبية علمني الله يا كادورين ما كان يقدر صعب عنه موري باي محفظة رقمية على شكل تطبيق تتيح للمستخدمين التحكم في الأمور المالية بكل سهولة وأمان. مميزات التطبيق: تحويل الأموال
بين جميع مستخدمي موري باي. موري باي، حمل التطبيق الآن. سبحان الله قاع موم. قايل هذه ليش؟ أنت قبيت تخلي مومهم؟ أبدا عندي اجتماع، شكيت إنه رواية كبيرة والله. عاد الليلة يا بوي لا يرفد بك. قول لك ديروا بعد أنا ما يحقك. محمد شوف انا ماني شايف عليش ولا نسالفيش ولا التعليق الصوتي والله اللي كان ما اعطاني عليه خمسة يتم لا راضيني بني انا قاعد اقول معذره ان شاء الله ما تقولي وراي ما تعطيني خمسة شوف انا قاعد ناقصه انا اقول لك شو انا خليك يوقف لا يوقف شوف انا خليك لي ذي قيله وقاله ماني منهلها انا ما نبقي حد يقول وراي نفسي اموري ما يعرفهم حد انا ما نبقي حد يقول وراي حتى انا ما نقول وراي ما اخباري منك السالفيه ايش تبني لي والله بس سالفك شي يمين ما سالفك قلت قدامي قاعد تقول وراي انك تسالفي ايش ما يصير عندي والله ما قلت قلت لحد والله انا ما اعطيك حد يقول ورايا والله ما اعطيك حد يقول ما اعطيك حد يقول ورايا شيء يسوي شنو ذاك اللي نعطيك عود عاقل انت عاقل والله ما نقبل عندك شيء محمد ابوي انا قليله وكبيره عندي راسي ونختار قلت نعد الاعلان مالي جابره في خمسه وقيمهم عندي انا متزيدان صوتي يطلع وينشاف وانت ما انا مستقبلا نقول لا معدلت وانا يعني ماني زاقده في خمس ولا قط قاعد عدل تعليق صوتي قاعد شعر شو هو شنو نعدلوا ليش شعر تركيا ما نزقل فيه ايوه خلي موضوع هاي والله ابوي ما قلت وراك نقولون من نقولون من في انا قاع الجنون في الشكاري وفي عمود انا ما انا ولا النوع قاع ما انا قلت انا جفي في انا قبيت يا ابوي جافو في اخبار يا ابوي مجفي قم الناقصه انا ذا قال لك مساله واحده لان عقب الزمن لا تقولي وراي النوم الامور ما يزين عندي في اللي في المجمن انا في المجمن مجنون قطع راسي قال لك بعد صورته هذه يقول حد وراي شيء ما راح شيخ لقني سمي وحجر الحمد لله اللي مروتوه اللي كنت بالك والله لحقت انا حد ما قال شيء يا ابوي سمي وحجب سمي وحجب هذا من النوع اللي لا تيرفد بك قيل وقال هذا الشيء لا تيرفد بك سمعت وانا ابوي تعطيني نعدل لك اعلان كضر عدل لك كضر قلت قدامي حتى وراك تقولوا نقولوا لي انت تسوي اي حد عشان نعت لك الاعلانات عندي قالوا عنك تسوقي قال انك ايش تقولي ما هو زين عليك يا ربي تايب لك ما هو زين عليك شوفي انا يقول لك مثلا انا في مجمل استغفر الله العظيم في مجمل انت تقولي وراي شيء ما صالح انا لين نرفع لي قضيه تو تحتاني قال لك انتو انا في المجمل راي لك سمعتي يا قاعد يا المجمل قال لك انتو الصحافه مشكلتهم لاي المساله انه يطعن ايه خاوف فيك مقلب خاوف فيك مقلب ايه مقلب وايلا وايلا خاوف فيك مقلب كان معك برنامج مقالب حماده قالت مقلب اش فرقنا بين الفترة وأدواخ حال متي ذوك واحدين معمرين الجود الله بل الجود والكرم وحسن الضيافة مهارتنا إحسان الضيف ما يتم دون تاي وتاي من شروطه تعود الورقة حسينة وطعمتها تجري أدواخ ورائحتها ما هي شينة والفوقاني من الإحساني ولقى بيه الحد فتران والله مدوخ يطايح نعسان والله ضيف كبير وغالي لا كاس من تاي ورقة 2020 طبيعية 100% برمتها زينة وتبختها طايبة ولا منها ملة تجري أدواخ والمرذة والنعاس ولذيذة حتى ورايحتها زينة شاي 2020 موجود عند مؤسسة النزاهة في شارع الرزق الهاتف 45 25 75 29. الله لو خيات أمينة زيدان أكل عني ذا ما عمل متاني حسيت بشي ما واضح يقرب ما قلت لي شي ما قلت لي خليتك أنا ما ماني متأكدة لا تجيمو اللي انت قلت لي بك المجبر شاكاني مجنون والله ما عملك شي قال يعني أنا مجنون ما لك مجنون يقربوني ما لك عاقل حتى عاقل فاطل مقلب حل سحت انه مقلب مرحبا بكم ورجعنا لكم الله يحفظكم ان شاء الله انا لك مع الصحفي المقتدر أمينة زيدان تحياتي له هذا لا مقلب على كل حال نين قلت لها قالت لي مقلباش وكذا وكانت ما يقابل قاع لانها توخض قلت لها انا لا بد ان توخض به اللي ما شاء الله صحفيه مقتدره وانا بعد محيه حتى وشرف لي اني نعود معها برنامج واحد الله يحفظها ان شاء الله هذا برنامج مقالب حماد انا اختي نطرح لك سؤال الاول أمينة زيدان نين تلفنت لي قلت لك اني جايك ايش قلتي بينك مع اخلاقك والله شكيت انه قاع شنو هو ما جاب شيء في بالي قلت لك عندي انا تلفنت لي نهارات منقزه وغيت تلفنت لي سابق ذاك ولا شكيت انه لا روايه كي عمل والله شي ذي كيفته ماني بعشق اخر همي قاعد مقالب وشي ونين قلت لك الكلام كامل عني في المجبنه وكذا امور ذا كيفه ما قلت لي اني قطع راسي والله مجنون والله شي تعرفي عنه مقلب
صراحة تلقى تسكك وتعيط وتزيط ما ارتحت لك حد من بقع حق عنده. من سيدة انت ما بقعتي بالعجلة وقعتي لا تضحكي، شنو السبب؟ انا بالنسبة لي خالقة امور اني تعود كي ما عدلت شيء ما يدخلني منها الشك وتو ما يدخلني منها تو الشك وبالتالي ما تأثر علي ولا تفقعني ولا شيء، غير اللي يفقعني اسلوبك انت لك همك تخلصني انا نسال فيك الدين وذا الشيء فقعت قاع. انا جيتين خلصك رأي لي تنقزي وانا ما حاطة ما وتفات، قلت انا تتنقز بالعجلة حاني صلي انفلتي لعله تنقز عني اني نقزتي مولي اتلا وبدالي من قاعدة ما محترم والله تهريوش ملال وعدل ملال وفين مرات تتم يرجع وارك جعفر امين زيدان خالصية مغلب. حرام عليك يا اخي جلطتني. والله لو حرام عليك ما شاء الله تبارك الله يا مرحبا بك اختي الله يبارك فيك. حرام عليك يا جماعه حرام هذا داي عالش قضايا مهمه. انا ايش تقولي هو راني محييك يا استاذ جعفر. الله تحياتي لك وراني محيي هي والله ومحيي الجمهور الكريم كامل وان شاء الله راجل ان شاء الله كل سنه وهي طيبه ان شاء الله وخيرت بيك مرحبا. سمحي له قال لك ان شاء الله والله اني سامحه لك حتى فرضه سمحي لي انا سامحه لي في الجنه ولا في النار؟ حيفكر فرضه فكر اذا كنت قدام المشاهدين سامحه لي في الجنه ولا في النار؟ فرضه قولي لي سامحه لك طبعا. الله يحفظك ان شاء الله. كلمه اخيره تقتري توجهها للموريتاني بمناسبه شهر رمضان. رمضان كريم يباركوا علينا وعليكم ان شاء الله ويتقبل مولانا منكم ومنا ومنكم صالح الاعمال امين ان شاء الله وان شاء الله يعود بدايه خير ينحصر عن الوباء وترجع الحياه لطبيعتها خلوا عنا قيل وقال والله قيل وقال خطيره برنامج هادف بيدي هذا قيل وقال خارقه خطيره اسواقه واحكام للناس احكام مسبقه والله وهذا هو اللي هدف من البرنامج والله. تحياتي لك الله يحفظك ان شاء الله اتمنى لك ان شاء الله التوفيق والنجاح. راني محييك هذا شرف لي اني معك. تعلو بي راك جلطتني السنه الجايه قد نعلب فيك كاميرا اخرى غير ما بالك ذاك الدور شوف تعيط لي كاع ونجيك في شنو شنو ما يخير فيك نينو خاف فيك كاميرا اخرى دار تبطني لي كاميرا كاشي ما نورمال ما بعد ولا اللي يعود عندي حس امني انت كل شيء خرصوا مفيري فيه عرفت التليفون مصدد امني وكان عبى الكاميرا والله صحيح الدوله قافله وثاني استعميده تحياتي لك عمينا زيدان صايبر بين الصفايفيطه الصفايفيطه انت كريبه يا اخي انت مجنون انا هنا قاعد ادارك على الفيسبوك نعدل ديركت ما قطع عدل ما مقلض ولا كذا ما يزين عندي تو ما تقلى احنا نقول احنا نقول راسي عارف وانا حدري نقول عنش نقول في عوين تو قال لي ماني خايفه وبذراعي وحاسبي والله الذي لا اله الا هو انا ما قط قطع حماد انه ذقي لوان ما يغضب والله يومي بقع والله شي يبغى اعمل يوم قش تلقاني هلا بقول هذا نتجف عينه يا رجاج رافدول ومنافقي وجونجي على النوع ما نقولوا يعني اللي نبكي من انا ما تضحكني اذا نقول لك انا رايك وانت حر في انا ايش قد نعدلها انت ما واحد قال ينهرك ياك انك تضحك مو مسامحيني تو مسامحين عادي يا جيب جامد تحرك صدق ياك عنك الكمامه لا تقولها وراي عاقبته ما انا خايف منك ولا ينطق ده سامي ذي مشكيتني حتى انا مشكيتني انت بذا الكلام قاعد عاملك فيك المجمع فيك ما زين حد يقول فيك وانت من هو اللي يقول فيك عدل من هو والله من هو انت قاعد تجلي فرق عاقل تكفي 7000 تبقى جاهز وكل لك حرام بالحيط يا قراني شوف بث مو عاجبني مو لهنا